إذا مشاهدي قناة شو تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من قلب مدينة بن سليمان، بالضبط من السوق النموذجي بحي لالة مريم. ف نقدروا نقولوا كيف ما قال لي أمين ديال الباعة ديال المتجولين بأن فضيحة هذه، الأشغال متوقفة، الكلاب الضالة كتنعس في هذا المكان، الأزبال مرمية في جانبه، والباع المتجولين كيتسائلوا ما هو السبب الرئيسي وراء هاد التماطل، وراء هاد التعطال اللي تعطلوا، هاد الاشغال اللي متوقفه. معي على المباشر لامين ديال البياع والشرايين ديال المتجولين. مرحبا بك على قناه الشعب، قناه شوف تي في. السلام عليكم. شكرا اخويا، الله يحفظك اخويا. تنشوف شوف تي في. خطر اخويا السوق النموذجي، خطر حتى في الليل، خطر على قبل ما انتم تطالبوا باش يتعلموا. ما نطالبوش حنا السوق، ايوا حنا تنشوفوا خطوره ديال الليل كاع. تيقدروا يدخلوا وحدين هنايا، يقدروا شي نهار يموت شي واحد هنا، النودو السكيريه الشماكريه خطر عليهم كاع. السوق حيت مفلع الصح، شو الحاله كي دايره الصح، شو الكلاب كي دايره، وراه عيب وعار. حنا دابا وجهنا لكم هذه الرساله باش تشوفوا بعينيكم من داخل السوق النموذجي، شوفوا الحاله كي دايره. وها تا خو راه حنا ماشي هنا تنعفطوا في الغيس، تنعفطوا في السيس، راه القضيه راه مزيانه، خاصها يديروا لنا الضاله وصابوا لنا السوق النموذجي وندخلوا نتوكلوا على الله. مساحه تبارك الله، والله ما بارك، عاش الملك، الله ينصره، هو اللي يدير لنا هادشي، الله ينصره لينا. هادشي اللي بغينا نقولوا. وخويا تعالى تشوف معايا واحد الحاله راه كاينه تم ديال الكلاب ميتين، ودابا الكلاب راه قليل، شويه غادي يجيو كلاب وغايجيو شل كلاب، كلاب راك عارف. ورا خويا راه خطر على المجتمع، راه الشيء اللي بغيت نقول نوصل لكم هاد الرساله. وها تا السوق النموذجي راه قلتكم بوحدكم، شوف الدار كي دايره كارثه بين الفراخ. كلمه من معنى بقى هكا بدون سبب، طرقتوا بيبان، اتصلتوا بالناس المسؤولين بزاف، مشينا هاد العامل، لا ما بغيناش نطلعوا الباط ولا شي حاجه، مشينا هاد ساده العامل ما استقبلناش، راه حنا ديما تنشرحوا لهاد، مشينا قال عطيونا لاكارطا ديالكم. حنا مقيدين من 2015، مقيدين لنا الحلف الدراري الحريفيه كلهم بلي غتستافدوا في السوق النموذجي، قال لهم مرحبا عطينا مريقه ديالنا قيدونا، ما داروا معنا والو. دابا بغينا نعرفوا السوق النموذجي علاش حابس، واش ما قديتوش عليه نعيطوا لشي محسن يجيو صابوا هنينا الناس محسنين، كاينين المحسنين، اقولوا لنا اوكي راه ما قديناش عليه، خرجوا لينا تحاوروا معانا، هضروا معانا، قولوا لنا شنو كاين، ماشي غادي تجيو تبقاو سالسل علينا. راه هادشي راه ما ديال حتى واحد، ديال الله وديال سيدنا، هادشي ديال الله وديال سيدنا. هاد الرساله راه تنطالب بها صاحب الجلاله، الله ينصرو ويحفظو لينا، والله يشافيه والله يعطيه صحيحته. امين يا رب. هادشي راه والله العظيم الله يرحمه راه هو اللي بغينا يتدخل لينا في هادشي. كيف ما قلت لي في الكواليس بان الباع المتجولين انت كتنوب عليهم بانه كانوا غيجيو كاملين، فكيمروا من واحد الازمه نفسيه، السلعه ديالهم معروضه خصوصا فصل فصل الشتاء. وراه حتى دابا هادي الحاجه، دابا ها هو امشي، دابا شفت كل شيء، شفت كل شيء والله. دابا راك شي قبيله كانوا غيجيو معايا، شفت كل شيء، والناس ردوا لهم السلعه مساكن ما هدروش فوريين، ولكن بزاف هادشي والبرد عليهم مساكن، راه الله يصاوبوا صافي، راه ديروا معاهم شي حل. صح احنا ماشي نوالكو عليكم الصحة، هذاك الشيء راه ماشي هذاك الشيء راه سلمي، نديروا معنا الصالح العام، ديروا معنا شي حاجة زوينة. الشارع غيولي نظيف، ما تبقاش فيه لا البيع وشي حاجة. دابا الناس ديال لالة مريم تيطلعوا تما يتقدوا عندنا، كليانات ديالنا كاع، الناس كليان بزاف، والله ما السوق النموذجي يجي يتقدى عندنا بنادم هنا. حنا ماشي قلنا لهم ما تصاوبوش لينا السوق النموذجي، لقديو لينا غرضنا، حنا راه معاكم اي حاجه. دقيتوا باب المسؤولين مشيتوا عند المجلس، مشينا عند سعادة الباسة جاوبنا صراحة تقيل. سميتوا المجلس البلدي ماشي جديرة، سير دير تم خدا تم ونعس. لا ما تذكر الاسماء، مشيتوا عند الرئيس. وانت راه دخل تما نعس، والله لا جاوبك واحد بالله، دخل وخرج ونعس، تبات فيها لا بغيتي تبات فيها البشوية، اقسم بالله البلدية تتبات فيها. وانا تنقول لك حق الله مالك دابا، طلع نعس وخرج مع الصباح، خرج مع الصباح. نقول لك هاد الهضره ما كاينش يدوي معاه، راه نقولها لك. عاش الملك، انا راه ما نخمم حتى واحد، انا عاش الملك. عاش عندهم، واش ما لقيتو حتى شي واحد ولا ما كاين حتى واحد؟ والله لا لقيت شي واحد تم، نحلف عليها. كل داير طوموبيلات تيدور، باغي هما الطوموبيلات تيدورو، ولكن اخويا راه دخلت تم والله لا لقيتيه،
ودي أيا نمشي معاك نهار الاثنين، نمشي معاك نهار الجمعة، نمشي معاك نهار الأربعاء، والله لا لقيتي شي واحد يقولك مالك اش خاصك ولا اش واقع لك ولا شحال، والا ممنوع والله لا لقيتي. دخل تنعس لا لقي، ما لقيتيش في تنعس، دخل البلدية تنعس، تنعس الصباح وتخرج ما يعرفوك، ما راتيس الحمد لله ما كاينش يقولك انت مالك اش خاصك ولا شي حاجة ولا هادشي اللي كاين. المرضي الوالدين وعاش الملك والله ينصرنا الى سيدنا تنحبوه. تنطلب تنطالب انا يصاوبوني انا السوق انا مودي هادشي الله يرحم ليهم الوالدين. تقهرنا بزاف الله يجعل البركة صافي وليماه صافي، تقهرنا من البلد ومن الله. تصاوبوني انا السوق انا مودي هادشي الله يرحم الوالدين. ودابا الكارثة العظمى وهي هاد البناية ولات اصبحت مهجورة، ولات غدا شي حوايج كيف ما ذكرتي لي قبيله قلتي لي شي كلب حاشاك. انا غنوري لخويا بالله تبارك الله غنوري لك. حنا بغيتي حنا عندنا العديان اخويا حق الله مالك دابا عندنا العديان حنايا، ماشي عندنا حنا الملك لا باغي البلاد تزيد قدام، وما علاش ما باغينش يزيدوا البلاد قدام. سيدنا باغي يخدم مسكين باغي ندير مجهوده، ولكن انتوما كافحوا معاه، عطيونا حتى انتوما شويه، عطيونا شويه راه بزاف، عطيونا شويه راه الشيء اللي بغيت نقول. انا باغا نزيدوا لقدام، حنا شحنا بغينا المغرب يزيد لقدام، راه بحال السوق نموذجي بحال التيران تماما بحال بحال التيران شي بحال صوره زوينه هاتا بحال السوق نموذجي بحال التيران. الله يرحم الوالدين وهاد الرساله الاخره ديالنا. تعال شوفوا معايا هاد الحاله باش تعرفوا شنو كاين اخو المرتي، زيد معايا سير نشوفوا الكلاب الدار الله موجوده بالسوق. السوق انتم كتعانيوا واحد كتعانيو بزاف بزاف اخو المرضي والله حتى بزاف حق الله. والله يصاوب اخويا الشيء اللي غنقول لك، الله يصاوب والله يهديه يهدي الجميع. شو الحال كيديروا والدار ما تجيش تشوف اخويا تقلب لينا راه ما عاوتاني لهيه، وفي الليل تيدخلوا هنايا والله. وراه شنو تتولي شي روح طايحه هنا عاد غنوليو حنا راه بزاف تقولوا شكون اللي قتل شكون اللي تضرب شكون اللي دير. والله ما اخويا رباط السيم ما تطلق، رباط السيم ما تطلق وندخلوا عليا نديرو السيكيريتي ديالنا ونخلصو واجبات ديالنا، نخلصو الطواليط ديالنا مانا داونا والحمد لله ونشكرو ونتعاونو معانا. اخو كلمة الأخيرة هي اللي تعزيز علي أنا بزاف، الله الوطن الملك عاش الملك. ونتمناو خير يا رب، نتمناو خير إن شاء الله اخو المرضي الله يرحم والديه. وتنشكرو شوف تي في بزاف 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 بزاف. الله يحفظك اخو المرضي. الإشارة 24 ساعة 24 لا ديما الله يرضي عليكم. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، تفاصيل كاملة سمعتوها على لسان الأمين ديال البائعين المتجولين هنا بمزيمان. فما بقى لي ما نضيف، دمتم في رعاية الله وأمسية سعيدة، نلتقي في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.